جديدة. أرزقني الله هاد الوليد عنده ايدياته ورجيلاته وما كيتحركش بيهم، وما لقيتش لي الجهد اللي باش نديرو باه مع تودير عملية القلب. كندق في البيبان وما كنطلب الله والمحسنين وهذا يعاونوني على هاد الوليد. الله شاهد عليا، راه الله الحالة لحالة الله سبحانه وتعالى. مني مرض لي الراجل وذاك الشي دار عملية القلب، درت بزاف، دمرت بزاف، ما عندي لا سكنه لا والو، غير كاريه فحال بني عشوائي، تكرفصت بزاف. الحمد لله الحمد لله. بغيت غير ولدي تعالج لي هاد الوليد، هادشي اللي كنطلب انايا، طبعا من هاد الوليد يتعالج ليا والدواء الراجلي قال لي الدواء غالي، هادشي اللي كنطلب. عندي جوج وليدات، غير هو هو وليد اخر عنده 3 سنين، وهاد الوليد بزاف ما كيدينيش النعاس كاع، وكي تبقاش كيديني النعاس اختي بزاف، تكرفص وكنخمم من شناري يتبام يتوفى مع عند مرض خطير، ما عرفتش كي غندير ليهم، وما قارية ما عندي الخدمة لا صنع على والو. مني كان بام خدام ما كنتش كنخمم، ولكن دابا مني ولا مريض ودريته مريض ليا، ما اللي بغيت نخدم ما لقيتش لي يشدوا ليا ويجيبوا ليا الترويض يجيبوا ليا هذا، ما لقيتش. رجلو تزاد طالع لي حدا راسه، وهذا سميه وما كيتحركش، ما كيتحركوش ليديات ولا رجيلات ولا والو. بغيت غير يتعالج ليا ولدي والدواء ديال راجلي، وبغيت المحسنين يعاونوني على هاد الوليد، عاونوني ويشوفوا من حالي، غير يمشيو يشوفوني السكنه ويشوفوا حالتي كدايره، راه الله شاهد عليا. وكنطلب منهم غير يعالجوا ليا بعد هاد الوليد والدواء ديال راجلي. الدواء ديال راجلي جاني غالي بزاف، 16000 ريال الشهر، وما عندناش غا كارين. هو هادشي علاش كندق في البيبان وكنطلب الله والمحسنين يشوفوا من حالي، شوفوا من حالي. كرفصت بزاف، ولكن الحمد لله الحمد لله. انا هاد الوليد ما بغيته، وربي راه شاهد عليا، انا بغيت غير يتعالج ليا هاد الوليد، بغيته غير يتعالج ليا. الحمد لله على سلامتك اولادي، كيف تسفر؟ كلشي مزيان الحمد لله. خدمات متنوعة، نظافة وراحة مع ساتيام بريميوم، راحتكم هي الأولى. ساتيام، صفر على حقو طريقو. قبل ما تخرجوا تابوناو في لاشين ديالنا سوغ يوتيوب وبارطاجيو لو كونتوني في لي ريزو سوسيو، وبلا ما تنساو ديروا جيم. ولا بغيتو تشوفوا شاشه تشوف تي في، ان سامبل كليك في هاد لو بوتون، وما فيها باس الا خليتو شي تعليق تعبروا فيه على ارائكم اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم.